أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. هنبتدي Part 2 في Lecture 2، هو خاص بالConductivity، وده هياخد يعني I think not more than half an hour. فنتوقع الله ونبتدي. قلنا إن الهارت يا أولاد عنده في 4 cardiac properties مهمة: excitability و rhythmicity و contractility و conductivity. وإن الأربع خصائص دول قلنا سؤال MSQ myogenic I generated in muscles. في الـ MSQ not nervous، يعني لو قطعنا if we cut the nerve supply اللي هو sympathetic و parasympathetic الـ properties دي are not affected، لأن هما generated في المصل بتاعت عضلة القلب. طيب ده اللي هو البيج الأخير في Lecture 2 Conductivity، اللي هو the power of cardiac muscle to propagate an action potential، مقدرة الكارديك muscle إنها تمشي كهرباء، تمشي action potential، the power to propagate an action potential. الـ velocity of conduction depends on، سرعة الـ conduction تعتمد على شيئين، الأهم هو الـ number of gap junctions، يعني عدد الـ gap junctions. الحتة اللي فيها gap junctions كتيرة، فيها intercalated discs كتيرة، حتة ما فيهاش مقاومة للكهرباء بمرر أحسن، يبقى 100% أهم حاجة هي الـ gap junctions. وهذه المقدرة هتقل بشيئين، لو نقص الاوكشن، لان احنا قلنا حتى ان الاكشن بوتنشال نيدز انرجي، خدناها في النيرف مش في عمليه الديبولاريزيشن، ريبولاريزيشن بعد نفسها، انما فيما يعقبها في ارجاع كل شيء الى وضعه الاساسي، الصوديوم اللي دخل ده عشان يعمل ديبولاريزيشن، او الكالسيوم اللي دخل يعمل ديبولاريزيشن، والبوتاسيوم اللي خرج عشان يعمل ريبولاريزيشن، مين هيرجعهم مكانهم الا الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب والكالسيوم اي تي بيس بامب، عاوزه طاقه. ف 100% لو مفيش اكسجين يبقى الابيليتي هتقل. نمره 2 حاجه هتقلل ابيليتي زياده الكالسيوم ان ذا مايوسايتس، لان لو الكالسيوم اللي هو بوزيتيفلي تشارجد موجود بكثره داخل مايوسايتس اللي هي خليه القلب اللي هي المسل كاردياك مسل فايبر، يسموها مايوسايتس كاردياك مسل فايبر، فايبر يسموها مايوسايتس يعني خليه القلب. لو في كالسيوم كتير جوه بوزيتيف هيعوق دخول الحاجات البوزيتيف اللي بتعمل الديبولاريزيشن، يبقى ديكريز بنقص الاوكسجين وزياده الكالسيوم في المايوسايتس. تاني حاجه هتاثر في الريت اوف كوندكشن الامبليتيود والسبيد اوف اب ستروك. اب ستروك اللي هو فيز زيرو يا اولاد اوف اكشن بوتنشال، لانه فكر معايا لما يبقى على سبيل المثال امبليتيود عالي، يبقى طبعا الريت اوف كوندكشن هتبقى احسن. لان تعال نفكر ليه، مش احنا كنا قلنا ان الكهرباء في الجسم بتعتمد على الاينز، والديفيوجن اينز ده ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها الالكتريكال جريدينت. مش قلنا ان الديفيوجن عموما بيعتمد على الكونسنتريشن جريدينتس او الالكتريكال جريدينتس او البريشر جريدينت، حسب تكلم على غاز يبقى بريشر جريدينت، على سولتس تبقى كونسنتريشن جريدينت، على ايونات تبقى الكتريكال جريدينت، وان كان ساعات الايونات بيبقى الكتريكال وكونسنتريشن، وفي هذه الحاله بنسميها الكتروكيميكال جريدينت. المهم الاينز 100% بتتاثر بالالكتريكال جريدينت. فما يبقى الامبليتيود عالي في حته معينه عن الحته الاخرى، يبقى الالكتريكال جريدينت، فكر معايا يعني الامبليتيود هنا الكهرباء اعلى من هنا بكتير، يبقى الجريدينت كبير، يبقى انتقال الكهرباء يبقى اسرع، لان الديفيوجن ريت بتاع الاينز اللي هو بيحدد انتقال الكهرباء، لان الكهرباء في الجسم اينز، اينز مش الكترون زي البيت قلناها مع النير اللي حضره محاضرات النير، بيبقى بروبورشنال تو ذا الكتريكال جريدينت. يبقى كل ما كان الكهرباء في منطقه اعلى الامبليتيود بتاعها اعلى بتاع الاب ستروك، يبقى انتقالها للحته اللي بعدها هيبقى اسرع. ده الفكره دي. يبقى الـ velocity of conduction depends على شيئين،
الجاب جانكشنز والاب ستروك الامبليتيود والسبيد. نيجي بقى السؤال مهم نظري مهم السؤال يعني خدنا سؤال بتاع الاكشن بوتنشال بتاع النون بيس ميكر مهم جدا. سؤال بتاع الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر قلت ما فيش في الهارت غير يوجد نوعان فقط من الاكشن بوتنشال. لو درستهم انت عرفت كهربة الهارت اللي هي تخليك راجل بتاع كارديولوجي محترم جدا لو عرفت التو اكشن بوتنشال دول. ثالث سؤال هو البروباجيشن اوف كارديك امبلس. هنا بقى ما عشقت مثل عشق النظام عاوزين نتابع رحله الكهرباء في الهارت. اصعب حاجه في الناس اللي بيشتغلوا كارديولوجي هي الكهرباء اللي هي المحاضرات الاولى دي الاولى والثانيه. عرفتها كويس تبقى بتاع كارديولوجي هايل. تعال بص الكهرباء بتبتدي منين يا اولاد؟ ساينو اتريال نود. تعال نتابع رحلتها في الهارت. الرحله دي هتبقى في خمس على خمس مراحل بخمس سرعات. اول حاجه لازم الكهرباء الاتريا يعني الكهرباء لازم تنتقل من الاس انود للاتريا. عندها طريقتين عن طريق الاتريال مايوسايتس الاتريال ماسل فايبرز ده بسرعه نص متر ما تلخبطش بير سكند. تلخبطهاش بقى مش عاوز العبط زي بتاع الريد بتاع الاس انود الثانيه كانت 105 بير مينيت. ساعات الاقي طالب بيكتب لي متر بير مينيت ايه الكلام ده؟ ركز ركز تمييز مهم جدا. يبقى ماشيين بسرعه نص متر في الثانيه هاف متر بير سكند ده في الاتريال مايوسايتس. طب في سكه تاني اسرع شويه في فايبرز اسرع قليلا من الاتريال مايوسايتس بتوصل اس انود بالاي نود يبقى سميها انت سموها ايه بقى؟ انتر نودال باندلز اللي هم الثلاثه اللي انا رسمهم ما عليكش تعرف بس هي واحده انتير واحده بوستير واحده في النص هم ثلاثه باندلز ما عليكش تعرف الرقم ده. عن طريق انتر نودال باندلز دي اسرع شويه ضعف السرعه متر في الثانيه. ده اول حاجه. يبقى اول حاجه كهربنا الاتريا مرحله اولى. عد معايا كده يعني ايه امسك ايدك صباع صباع وتابع معايا يعني حرك الابهام لفوق. يبقى دي قلت لنا مرحله الاتريا بطريقتين اتريال مايوسايتس نص متر في الثانيه انتر نودال باندلز متر في الثانيه. تاني مرحله يا اولاد اللي هي الايفي نود اللي هي قلنا ده اونلي الكتريكال كونكشن بتوين الاتريا اند فنتكل قلتها 100 مره لان ما يقدرش الكهرباء تمشي هنا في الفايبرس تيشو. وهتفهم هنا وظيفه الايفي نود ليه ربنا خلى الايفي نود هي الوصله الكهربائيه الوحيده بالاتريا والفنتكل لانها دي ابطا حته has got the slowest rate of conduction. ده من اهم الاسئله في الام اس كيو يعني طول عمري حتى بحفظها للطلبة بقول لهم العقدة في العقدة نود يعني عقدة الاي في نود دي قعد حتة عاملة عقدة هنا كهربا فيها بتمشي بسرعة قليلة جدا. ركز مش 0.5 0.05 خمسة من مية مش خمسة من عشرة زي دي خمسة من مية يعني عشر السرعة دي. دي أبطا حتة. لما يقول لك كده يكتب لك سؤال في أربع حاجات اختار ده the slowest rate of conduction في الهارت ما تقراش السؤال. العقدة في العقدة الإيفي نوب مش الإيفي باندل هيلخبطك. أبطا حتة مش الاثنين اتروفنتريكولار النود نوت ذا اتروفنتريكولار باندل غلطة مشهورة. دي تاني مرحلة عد عملنا صباعين لحد دلوقتي في صوابعك الخمسة. طب تالت مرحلة بقى هنمشي في الباندل وفيس اللي هي الايفي باندل اللي هتنقسم لليفت ورايت باندلز هنكمل رايت ويطلع الليفت في السبتم اهو السبتم اللي هو الحاجز ما بين التو فنتكلز. وبعد ما نوصل للايبكس ما هو الهارت قلنا زي الهرم المقلوب زي الكوم بتاع الايس كريم من البيس فوق والقمه تحت فهنمشي في السبتم من البيس اديني بشاور بالليزر للايبكس وبعدين نبقى ريفلكتد الكابلين. ما انت ليه كابلين؟ عشان عندك تو فنتكلز يبقوا ريفلكتد عند الايبكس يمشوا في اللاترال وول. وكل الرحله ده سؤال ام اس كيو بس مش دلوقتي لما نيجي لكهربه الهارت الالكتروكارديوجرام ان كل رحله تحت الاندوكارديوم الطبقه الداخليه في الهارت مش تحت الابيكارديوم لان عضله القلب 3 لايرز المايوكارديوم مبطنه بالاندو اللي هو بيشاور عليه دلوقتي ومغلفه من بره بالايبي ايبي يعني فوق ايبيكارديوم. خد بالك الرحله تحت الاندوكارديوم
يبقى تذكرها في الترم الثاني باذن الله. تقول لي اه انا فاكر انت كنت قلت انها ماشيه تحت الاندوكاردي، هتفيدنا جدا في فهم الكهرباء. وبعدين قلنا كل فينتريكولار ماسل فايبر لها السلك الخاص بتاعها بيركينجي فايبر. خلاص. في الجزء الثالث في الرحله الكابلات التخينه الباندل اوف هيس اللي هي الايفي باندل والتو باندلز اللي مشيوا في السبتم فروم بيس تو ايبكس، وبعدين في اللاترال وول فروم ايبكس تو بيس، دي بسرعه 2 متر في الثانيه. شوف حصل زياده رهيبه في السرعه فجاه 2 متر في الثانيه. انما اسرع حاجه اللي هي البركنجي فايبرز دي، دي هاز جوت دي فاست ستريت اوف كوندكشن 4 متر في الثانيه، دي نمره 4. طيب نمره 5 ان هنكهرب الفنتريكولار مايوسايتس دول او كل واحده تتكهرب، دي زي الاتري عادي نص متر في الثانيه، الاتريال مايوسايتس زي الفنتريكولار مايوسايتس نص متر في الثانيه. يبقى الاول شرحت لنا الرحله ومعاها تاني نقطه السرعات، يبقى الرحله كانت 5 اجزاء. الاول كهربنا الاتريا بطريقتين، عن طريق الاتريال مايوسايتس نص متر في الثانيه، وطريقه اسرع شويه الانتر نودال فايبرز او باندلز اسرع شويه 1 متر في الثانيه. المهم اللي حط عليه اللون الاصفر العقده، في العقده الايفي نود دي ابطا حته ذا سلو ستريت اللي هي الاونلي الكتريكال كونكشن ما بين الاتريا والفنتريكلز نص في الميه متر في الثانيه. ثم السرعه زادت بطريقه رهيبه في الايفي باندل، باندل برانشز بقينا 2 متر، وتشرح مسار الباندلز اول تقول في السبتم من البيز للايبكس، وبعدين في اللاترال وول من الايبكس تو ذا بيز، لازم تقول ماشيين ازاي، وانها عارف كتب كتير مش كاتباها عندكم انها بتكمل از رايت باندل ويطلع منها الليفت، ده الاوائل بيكتبوا حاجات زياده. وهتكمل هما مش كاتبين عندكم انها تحت الاندوكارديا، بس هتفيدنا بعد كده. ده 2 متر في الثانيه. نمره 3، نمره 4 مهمه جدا. البركنجي سيستم او البركنجي فايبر 4، يعني نمره 4 4 متر، نمره 4 4 متر، اوعى تنسى. في الثانيه، دي اسرع سرعه، دي فاست ستريت. وبعدين في الفنتريكولار مايوسايتس زي الاترال مايوسايتس نص متر في الثانية. طيب هنا بقى خدت جزء من النمرة، معظم النمرة على اللي جاي. تقول لي ليه الاي بي نود عندها ابطأ سرعة؟ وليه البركنجي فايبر عندها اسرع سرعة؟ تقول لي حاجتين، التفسير هي ليه بطيئة ودي سريعة؟ والسيجنيفيكانس الأهمية، عشان كده أنا حطيتهم لك في جدول أهو. ده هو النمرة هنا في الجدول ده. في الجدول ده النمرة جوه الجدول. ليه الـ AV node عندها الـ slow straight؟ ارجع. لأن عندها أقل عدد من الجاب جانكشنز والـ upstroke عندها بيبقى slow. طب أظن أنت بقى تقول التانية، ليه الـ Purkinje Fibers أسرع واحدة؟ لأن عندها أكبر عدد من الجاب جانكشنز اللي هو العاملين اللي كانوا بيحددوا الفيلوستي. والاب ستروك بتاعها الامبليتيود والفيلوستي بتاعته جامده، السبيد والامبليتيود قويه. يبقى دي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه الاخيره، تقول لي بقى الامبورتنس، يعني ليه الامبلس بطيء جدا في الايفي نود وليه فجاه بعد ما عدى الايفي نود بيتحول لسرعه رهيبه 2 متر وبعدين 4 متر؟ البطء لسبب والإسراع لسبب، أنه وراء الخلق خالق. أنا بقى بقولها بطريقة لن تنسى بإذن الله، ركز معايا من فضلك. تخيل إمبلس كده على أعتاب الفنتكل وهو في الإيفي نود، أدي الفنتكل، الإيفي نود دي على عتب الفنتكل، بيتمهل بيتباطأ جدا بيتلكأ، يعني الكهرباء ماشية ببطء شديد. ليه؟ عشان تأخر انقباض الفنتكل لحد ما الاترا يخلص. لأن لو الكهرباء مشي بسرعة والفنتكل ابتدى ينقبض مش هيقدر الاترا الضعيف ينقبض في مواجهة الفنتكل القوي. يبقى أول سبب تو ديلي ذا فنتكل، تأخر الفنتكل. يعني الإمبلس ماشي ببطء شديد في الإيفي نود عشان يأخر انقباض الفنتكل لحد ما مين يكون خلص؟ تيل ذا اند اوف اتريال كونتراكشن. ده في القلوب الطبيعيه عند حضرتك وحضرتك وعند العبد الله، تو ديلي ذا فنتكل تيل ذا اند اوف اتريال كونتراكشن. طب الثانيه، حتى القلوب المريضه ربنا بيهتم بيها. في حالتين الاتريا بيتجنن،
حالة اسمها اتريال فلتر. يبقى الاتريا يضرب 300 في الدقيقة خلاص، او حالة قلع منها واكثر شهرة اسمها اتريال فايبريليشن 400 في الدقيقة. فلتر يعني رفرفة. تعال اوريها لك حتى اعتبرها فقر معلومات عامة مش عليك دلوقتي. فلتر يعني رفرفة، رفرفة بتبقى بانتظام. يبقى الاتريا بيشتغل كده كله مع بعض، كل فايبر مع بعض بس بسرعة جدا 300. فايبريليشن يعني كل فايبر على حدة اسرع 400 بس نوت از وان يونت. بس دي الحاله الاشهر في الدنيا اللي هي رعشة الاوزين. يبقى في مرضين مشهورين جدا في الاتريا مفيش غيرهم تقريبا، لا في طبعا بس دول الاشهر خلاص. في باروكسيزم الاتريا تكاردو وحاجات تانية بس مش هشرح باطنها دلوقتي خلاص. اشهر مرضين بيسرع فيهم الاتريا فلاتر. افتكر فلاتر يعني رفرفه، الطير بيرفرف مع بعض الجناحين مع بعض. يبقى الفلاتر كل الفايبر مع بعض بس بسرعه 300. فايبريليشن يعني كل فايبر لوحدها نوت از وان يونت واسرع منها 400. تخيل لو العدد ده انتقل للفنتيكل، يعني تخيل لو الفنتيكل عاوزك تبقى فاهم ضرب هو كمان 300 او 400 في دقيقه، ادي الفنتيكل بيضرب بسرعه جدا. يبقى فتره الداستول اللي بيملى فيها حصل لها ايه؟ فكر معايا، ما انت شايف اهو فتره الداستول اللي هيملى فيها هتقل جدا. نو فيلينج ادام ما ملاش نو بامبينج، هو ملى immediate death. يبقى لو الجنان بتاع الاتريا ده، الاتريا اللي اتجنن ده وبيشتغل 300 و400 انتقل للفنتكل والفنتكل اشتغلت هي كمان 300 و400 فتره الداستول اسرق جدا. مفيش تايم للفيلينج، مفيش تايم للفيلينج نو فيلينج نو بامبينج immediate death. هنا تيجي بقى العظمه الالهيه في الاي بي نود، ان الاي بي نود متصدره لهم كده، في وراها في الاتريا 300 ل 400 امبلس بيتنططوا في الاتريا. بيقول لهم انا اسف مش هقدر ابرر 300 400 ليه؟ هي الاي بي نود تتحدث عن نفسها لاني اي هاف جوت ذا سلوست ريت اوف كوندكشن. قال له طب هتعملي فينا ايه؟ هاخد مثال واحد في الفلاتر، لو ما هعمل لكم ماثيماتيكال ريدكشن اختزال جبري، هختزل ال 300 للنص او الثلث او الربع، خليها للثلث عشان تبقى اسهل في الحساب، اختزال جبري لانها بطيئه، فمن ال 300 يعدي 100 بس، كل ثلاثه يعدي واحد. عاوز تشوف شكل الهارت؟ لاول مره هتشوفها بيحصل ايه في الهارت في الحاله دي. يبقى الاتريا بيشتغل بسرعه جدا، ثلاثه في دقيقه قصادهم واحده في فنتكل. صح؟ بص الاتريا لوحده سريع جدا. مفيش تايم للفيلينج ولا البامبينج، بس ذا مين فانكشن اوف اتريا از نوت تو بامب بلاد. وعشان كده الاتريا نوت اسينشال فور لايف، الاتريا اتجنن بالسلامه. انما مين اللي المفروض ما يتجننش؟ الفنتكل انه اسينشال فور لايف. فجنان الاتريا ما انحصرش على الفنتكل، بقى من كل ثلاثه في واحده بس. يبقى بص ده لوحده، ده لوحده سريع، انما بص ده لوحده بطيء. ايه العظمه دي؟ يبقى ليه الإبنود بتوصل ببطء؟ لتاني سبب في القلوب المريضة، أول سبب لازم تبتدي بيه لأن كل القلوب سليمة في المعظم. To delay the ventricle، نأخر الفنتكل في القلوب الطبيعية till the end of atrial contraction. الفنتكل ما يبدأش انقباض إلا لما الإترا الصغير يفضي فيه، لأن ما يقدرش الإترا الصغير الضعيف ينقبض في مواجهة الفنتكل. ده القلوب الطبيعية. To delay the ventricle. طب والقلوب المريضة؟ خد بالك الاثنين فيهم كلمة ventricle. To protect the ventricle. To protect the ventricle من ايه؟ من الهاي باثولوجيكال اتريزم. من الحالات المرضيه اللي فيها الاتريا بيضرب بسرعه سواء كانت فلاتر او فابريليشن. يبقى حتى حلوه في الحجز. تبتدي بالطبيعيه في الفنتكل to delay the ventricle till the end of atrial contraction. ده كل الناس. بعض الناس بقى واحد في كل كذا، يعني مرض مش كتير قوي الاترا فلاتر والفايبريليشن. لو الاترا اتجنن الجنان ده ما يروحش البنت. تو بروتكت ذا فنتكل اجينست ذا باثولوجيكال اتريال ريزم هاي اتريال ريزم. طيب بص العظمه يا خبر ابيض. وانس يعني وانس الامبلس عدى من الاي في نوت، ننتقل من النقيض الى النقيض من ابطا سرعه لاسرع سرعه، اللي هو الاي في باندل او باندل ويس والتو باندلز، من متر وبعدين ترتفع ل 4 متر.
طب ليه بقى هنا عندنا الهاي ستريت الفاست ستريت التهالك؟ يعني ليه وانس دخلنا الفنتكل خلاص دخلنا الفنتكل باسرع سرعه ممكنه to excite all ventricular muscle fibers. اسمعها بقى الجملة اللي جاية. At one time and as one unit. At one time and as one unit. فينقبضوا بسرعة جدا وكوحدة واحدة. فالانقباض يبقى powerful enough. Powerful enough. Powerful enough to pump the blood against the resistance في السيركوليشن. فالدم يقدر يلف. لكن لو كل واحدة هتنقبض والتانية هتليها فالانقباض ضعيف. فونس دخلنا في البنتكل ننتقل من أبطأ سرعة لأسرع سرعة. To excite all ventricular muscle fibers at one time and as one unit. فالانقباض يبقى powerful enough. Powerful enough to pump the blood against the resistance in the circulation. إيه العظمة دي؟ والسؤالات. في رؤية خاصة بالعبد الله. وما أكثر رؤى الخاصة. كل مرة بعد أتأمل في سرعة الإمبلس. سرعة الكهرباء داخل الهارت تثبت أنه وراء الخلق خالق. وشوف الصورة الجمالية كما هعرضها بطريقتي. عاوزك تتخيل الإمبلس أهو داخل في الإبينود على أعتاب الفنتكل بيتباطأ يتباطأ يتباطأ. ليه؟ خلينا في القلوب الطبيعية. ليه ماشي ببطء في الإبينود؟ إبينود العودة في العودة أوعى تخبطها مش الباندل. أبطأ حتة إيفي نود إيفي نود 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 العقدة مش الإيفي باندل. الإيفي باندل عكس تماما غلطة مشهورة. في الإيفي باندل ماشي بأبطأ سرعة عشان يأخر الفنتكل لحد ما الإيتري يخلص. وانس دخل الفنتكل من النقيض للنقيض من أبطأ سرعة لأسرع سرعة من أبطأ سرعة لأسرع سرعة إكسايت أول فنتكل مصر أت وان تايم أند أز وان يونت. صور هذه الصورة الجمالية تحدث 75 مرة في الدقيقة. هذا التباطؤ إلى قمة الإسراع 75 مرة في الدقيقة مع كل نبضة قلب. حتى كلام شكله عاطفه ليدل على أنه وراء الخلق خالق. يا ربي حتى سرعة الإمبلس داخل الهارت مادة للتأمل لمن يريد أن يتأمل، مادة للنظر لمن يريد أن ينظر ويعلم أنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. وأتعجب أنه لسه في العالم تلتين العالم ملحدون. لا ده سرعة الكهرباء، مش بقول الكهرباء، السرعة من النقيض إلى نقيض مادة للتأمل. أنا بحس أن أنا شايف سيمفونية، أن أنا متخيل. وعاوزك تخيل معايا الإمبلس أهو في الإبينود عمال بيتباطأ كده، بيقدم رجل ويأخر رجل ببطء شديد. ليه؟ بيأخر الفنتكل لحد ما الإترا الضعيف يخلص. To delay the ventricle till the end of atrial contraction. بيتباطأ 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 عشان يأخر الفنتكل يأخر الفنتكل لحد ما الإترا الضعيف يكون خلص شغله ما يقدرش ينقبض ناقض فيه. وانس دخلنا يبقى على بوابة الفنتكل في الإيفي نود، بسميها على بوابة الفنتكل، بنتباطأ بنتباطأ عشان نأخر الفنتكل لحد ما الإترا يخلص. وانس دخلنا الفنتكل من النقيض للنقيض من أبطأ سرعة إلى أسرع سرعة من أبطأ سرعة إلى أسرع سرعة. شايف صابعه من أبطأ سرعة إلى أسرع سرعة. كان الإبطاء لسبب وكان الإسراع لسبب آخر. الإبطاء لاثنين فنتكل to delay the ventricle في القلوب الطبيعية و to protect the ventricle في القلوب المريضة لو الإترا اتجنن من الهاي باثولوجيكال اتر ريذم زي في الفلاتر. وفهمتك ايه الفرق بين الفلاتر والفايبريليشن؟ دي 300 وكوحده واحده فلاتر رفرفه بدي ترمينولوجي، والفايبريليشن 400 نوت از وان يونت. طب وليه بسرعه جدا لصالح الفنتكل برضه؟ تو اكسايت اول فنتريكولار ماسل فايبرز ات وان تايم اند از وان يونت. فالانقباض يبقى باورفول انف باورفول انف powerful enough to pump the blood against the peripheral resistance. شيء رائع عندما تتخيله. حتى يا ربي سرعة الكهرباء في الهارت تنم على أنه وراء الخلق خالق. الإبطاء في الإيفي نود the slowest rate لسبب، ثم التحول مش من أبطأ حتة لأسرع حتة لسبب آخر. الإبطاء اوعى تنساها. كلمة فنتكل تبقى في بقك.
تبتدي بالطبيعي to delay the ventricular contraction till the end of, خلينا أقولها من عندي بس ما تكتبهاش, weak atrial contraction, ما أقدرش أنقبل من فوق الفنتكل, and to protect the ventricle من إيه؟ من الهايباثولوجيكال اتراليزم. ده يضرب بسرعة الجاني نروح مع السلامة, إنما ده يضرب ستيل بسرعة مقبولة اللي هو أرتهالكو 3 to 1 rhythm. إيه العظمة دي؟ once دخلنا الفنتكل من أبطأ سرعة, هذه السرعة الجمالية 75 مرة في الدقيقة, من أبطأ سرعة لأسرع سرعة, من أبطأ سرعة لأسرع سرعة, من أبطأ سرعة لأسرع سرعة, to excite the whole ventricular muscles. قول معايا بقى, at one time and as one unit, عشان الانقباض يبقى powerful enough to pump the blood against the peripheral resistance. عاوزة كنت بتقرأ فيسيولوجي مش تقول أنا رايح أذاكر كما وعدتكم, أنا رايح أتمتع أستمتع أنفذ أوامر الخالق. انظروا في الإنجيل وفي أنفسكم أفلا تبصرون, في القرآن في الأديان السماوية, ببص ببص عشان لما أنظر أدرك حقيقة واحدة, أنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. ده السؤال, إزاي الجواب؟ يبقى حضرتك الجواب إزاي؟ أربع نقاط. هتقول لي الرحلة خماسية الأشواط أول نقطة, ثم السرعات تاني نقطة, ثم تقول الإيفي نود ليه أبطأ واحدة وليه البركينجي سيستم أسرع واحد. نود ما تلخبطش, أدي طريقة إجابة السؤال. وفي الإيفي نود والبركينجي عملتها بطريقة لطيفة. السبب والسيجنيفيكانس الأهمية, ليه دي بطيئة؟ عشان الجاب جانكشن قليلين والأب ستروك الأمبليتيود والفيلوستي بتاعته قليلة. إنما ليه هنا ده سريع؟ عشان الجاب جانكشنز كتيرة والأب ستروك الأمبليتيود والفيلوستي عالية. أربع نقط, والخماسية الرحلة خماسية الأشواط, والسرعات تاني نقطة, وبعدين تعقب على الإيفي نود وتعقب على البركينجي سيستم, كل واحد في نقطتين. سبب الإبطاء, الميكانيزم بتاع الإبطاء والسيجنيفيكانس بتاع الإبطاء, وهنا الميكانيزم بتاع الإسراع والسيجنيفيكانس. آخر نقطة بقى أولاد, اللي هي factors affecting velocity of conduction. برضو autonomic nerves كأننا بنراجع sympathetic. أظن بقى حتى في الأوتوميك اللي يغلط هزعل قوي أولاد, هزعل قوي بعد هذا المجهود. السيمباثاتيك يا أولاد, السؤال الأول في الإم إس كيو ما بيطلعش غير نور إبينفرين أو نور أدرينالين, وقلت لي سموا الأدرينالين أدرينالين والإبينفرين إبينفرين, وقلت إن الأسماء بتعلن على الموقع. خلاص أهي بصلي هنا, أهي أدرينال جنب الكلية فوق النفرون إبينفرين, فالأدرين بيقولك مكانه, أنا جنب الكلية أنا فوق النفرون, إنما اللي بيطلعوا السيمباثاتيك ده مش ادرينالين او نوع دي, ده فيه ناقص ميثايل جروب, فعشان كده قال لك انا مش, انا نايدر نور, انا نور ادرينالين, انا نور ابينفرين. دي معلومه في الام اس كيو في الاوتونوميك, براجع اهو معاكم اوتونوميك. نوع الريسبتور في الهارت, بيتا 1, بيتا 1 مش بيتا, الهارت يا ولاد الهارت 1. الادويه اللي بتشتغل على البيتا 1 دي ادويه قلب, اللي هي بتشتغل بمين؟ بالسايكليك ام بي, بتزود الريت اوف كونداكشن, متوقع السيمباثيتك بيزود كل حاجه. هنا بقى الطالب ذكي, قول لي الميكانيزم. انا ما عنديش غير حاجتين, يا جاب جانكشن يا سبيد اوف اب ستروك. تفتكر, فكر بذكاء, هل لما اعمل ستيميليشن للسيمباثيتك هيغير الاستراكشر بتاع عضله القلب؟ يعني هيعمل مور جاب جانكشنز؟ تنفع يعني لما اعمل ستيميليشن للسيمباثيتك في ثانيه أم يتعمل خروم وانتر كاريتي الديسك أكتر عشان تبقى فاسر؟ لا, يبقى الطالب ذكي ما عندكش لذكي ذكي ذكي ما عندكش غير اختيار واحد, يبقى عن طريق انه يعمل لي فاستر أبستروك. دي اللي ممكن تتعمل, دي سهلة. ونيجي في حالة الباراسيمباثاتيك يا أولاد, بتطلع ايه؟ استايلكولين, نوع ريسبتور ماسكارينيك ريسبتور, قلنا السكيليتال ماسل بحب بعيد 100 مره, هي الماسل الوحيده اللي فيها نيكوتينيك. الكاردياك ماسل مسموش ماسل فيهم ماسكارين. هنا ده كنا قلنا البيتا 1 بتشتغل, فاكرها؟ بيزود السايكليك ام بي, ده الميكانيزم.
هنا هيعمل ايه بقى؟ هيقلل ريت اوف كوندكشن. بارابي انهيبيت الهارت، يقلل ريت اوف كوندكشن ازاي؟ تفتكر برضو هيقلل عدد الجاب جنكشنز ولا هيلعب على الابستروك؟ هيلعب على الابستروك، يبقى سلور ابستروك. دي سهل. نيجي دراج اسمه ديجيتاليس. ديجيتاليس ده دواء بيستيميليت الباراسمبثاتيك، يبقى بيقلل ريت اوف كوندكشن. خلاص، هذا الديجيتاليس، عشان دي نقطة أحبك تبقى عارفها، الديجيتاليس بيقلل الريت اوف كوندكشن وبيقلل ريذميستي في الهارت، يعني بيقلل الكوندكتيفيتي وريذميستي، لكنه بيزود الكونتراكتيليتي. وأحكي لكم قصة، خلاص أنا خلصت. ديجيتاليس في قصة كده في فقر المعلومات العامة، ده دواء من اكتشاف مشعوذ. ست كان عندها هبوط في القلب، أعياها الذهاب للأطباء مش عارفين علاج، القلب عضلة القلب ضعيفة مش عارفين يقووها. كل الناس لما يفشل في علاجهم الأطباء يروحوا للناس المشعوذين أو اللي هم بيقولوا عندهم بركة خاصة. فراحت واحد مشعوذ قالت له أنا تعبان حاسة قلبي ضعيف قوي، فادها نبات اسمه ديجيتاليس لاناتا، قال لها تغليه وتشربي الميه. غلت النبات وشربت الميه، تحسن رهيب في قوه انقباض القلب، راح الهارت فيلر. فلما عاودها الطبيب اللي كان بيشوفها لا ايه اللي حصل، حكيت له القصه اللطيفه ان المشعوذ ده لم يخفي السر، انما اعلن لينا السر بتاع واحد من اهم الادويه في الطب، ديجيتاليس بيقوي انقباض القلب. ازاي بيقوي انقباض القلب؟ انا هقولها لك برضو الميكانيزم حلو قوي. بينهبت ميكانيزم فيزود ميكانيزم، بينهبت ال صوديوم بوتاسيوم بامب. خلاص، فيبقى الصوديوم جوه يتجمع، فالاكتشينجر يشتغل ازاي بقى؟ الصوديوم جوه كتير، انك عملت انهبيشن للبامب، يبقى الاكتشينجر ياخد الصوديوم يرميه بره ويدخل عوضا عنه كالسيوم، يبقى الانقباض يزيد. هفصلها لك اجابه بطريقه سهله، انها حته من اعقد الحاجات في الطب. بيقلل البامب فيزود الاكتشينجر، بيقلل البامب صوديوم بوتاسيوم اتيبيس بامب، فالصوديوم يتجمع جوه، فالاكتشينجر يشتغل ازاي؟ ياخد الصوديوم اللي جوه يرميه بره ويجيب عوضا عنه كالسيوم وهو المطلوب. ادي للزملاء اللي في الماستير، للزملاء الافاضل الاصغر سنا، ازاي تتشرح؟ بيقلل البامب فيزود الاكتشينجر. ايه النقطه الصعبه؟ انه الطالب نفسه ان الديجيتاليس ده يزود كل حاجه، لا هو بيزود كونتراكتيلتي بس، لكن بيقلل الريذميستي اللي خدناها النهارده عدد ضربات القلب، ويقلل الكوندكتيفيتي يبقى بيزود الكونتراكتيلتي الانقباض، عشان كده بيستخدم في الهارت فيلير، ويقلل الريذميزيتي عشان كده بيستخدم في التاكي كارديا. اقول لك بقى الاستخدام الحقيقي، احسن استخدام للديجيتاليس واحد عنده الاثنين، عنده القلب بيضرب بسرعه، عنده اترال فلاتر او فايبرليشن بيضرب بسرعه، وكنتيجه للسرعه دي مخلي انقباض عمل هبوط في القلب، ضعف القلب، برغم ان الفنتكل حاول يبطئ ما امكن ونجح انك ما موتش، بس ستيل برضه ده احسن استخدام. عيان عنده هارت فيلير عايزين نزود الكونتراكتيلتي معاها اترال فايبريليشن اسرع في القلب، يبقى عملنا اتنين مع بعض. ده للزملاء الاصغر سنا والماجستيرات، الاستخدام الحقيقي هارت فيلير مع اترال فايبريليشن او مع اسرع في القلب ايا كان سببه. ولا تنسى الديجيتاليس بيزود الكونتراكتيلتي، يزود الكونتراكتيليتي بانه بينهبت الصوديوم بوتاسيوم اتيبيس بومب، فيخلي الاكشينجر يرمي الصوديوم بره، ينشط الاكشينجر ويرمي الكالسيوم جوه، فيزود الكونتراكشن، ولكنه ينقص الكونتراكتيليتي وريذميستي كما البارا سمباثيتيك. وكده يبقى فرغنا من الجزء اللي عاوزينه في هنا في المحاضره الثانيه، و أشكركم على وقتكم شكرا جزيلا، وأتمنى أكون أفدتكم، ولم يبقى إلا الدعاء والتوفيق،
وفقكم الله. بصوا يا اولاد لما يبقى الامتحان ام اس كيو نحل ام اس كيو نرجع للنظر اللي مش فاهمين ليه كان ده الحل ودي ربع الوقت بس النظر. اوعى تتصور اهو انك لو قريت نظري بس هتدخل تحل ام اس كيو، مش هيحصل حاجه. وورد وايد حافظينها كلنا في العالم كله، ام اس كيو تحل اكبر عدد من الام اس كيو، واللي ما تعرفوش ترجع للنظري او مواضيع ضعيفه كده تقراها بسرعه.